التحليلية من الميادين، تكامل الساحات ورعب الشمال يحاصران تل أبيب، ودعوات إسرائيلية إلى البحث عن تسويات تفاديا لاحتمالات الحرب الشاملة. تحذيرات لإسرائيل من مغامرات غير محسوبة في الشمال، فما السيناريوهات الواردة في الأيام المقبلة؟ سفن حربية روسية تحمل أخطر الأسلحة البحرية بمرافقة غواصة نووية ترسو في كوبا أمام عيني واشنطن. أي رسائل سياسية وعسكرية لهذه الخطوة؟ وهل تشكل جزءا من الرد الروسي على حرب الأطلسي في الساحة الأوكرانية؟ في وثيقة اليوم، 93 دولة تعلن في بيان مشترك دعم استقلال الجنائية الدولية. ما الأسباب الكامنة وراء إصدار هذا البيان المشترك؟ وهل قرأ العالم في المواقف الأمريكية والإسرائيلية تحديدا قد يمنع إصدار مذكرات التوقيف بحق قادات الاحتلال؟ ما الأسباب الكامنة وراء إصدار هذا البيان المشترك؟ وهل قرأ العالم في المواقف الأمريكية والإسرائيلية تهديدا قد يمنع من إصدار مذكرات التوقيف بحق قادة الاحتلال؟ وفي قضية اليوم، حج في زمن غزة، أبو عبيدة يؤكد أن المناسك فرصة لتذكير المسلمين بحقيقة الصراع مع العدو، والسيد خامنئي يدعو إلى البراءة من الكيان وداعمه. العدوان الإسرائيلي يفرض مسؤوليات كبيرة على الأمة الإسلامية، فما المطلوب اليوم وماذا عن الخيارات المتاحة؟ قواعد حزب الله تقيد الخيارات العسكرية لتل أبيب، فيما تترسخ في الوعي الإسرائيلي معادلة ترابط الساحات التي صكها محور المقاومة بالدم والنار. تواصل جبهة الإسناد اللبنانية رسم المعادلات بأسراب من المسيرات والصواريخ وبتفنن في أساليب الارتقاء المتدرج الذي يجبر الاحتلال على العودة إلى قواعد الاشتباك. جبهة مشتعلة تفاقم حجم معضلة الحسم الإسرائيلي وتوسع دائرة رعب الشمال أمام جيش متآكل باعتراف إعلامه. بعد 9 أشهر على إشعال جبهة المساندة اللبنانية دعما لغزة وفلسطين، ترسخت في الوعي الإسرائيلي معادلة ترابط الساحات التي صكها محور المقاومة بالدم والنار، ومعها يتبلور سيناريو التفكير المرجعي في إسرائيل أن الطريقة الوحيدة لإيقاف جبهة لبنان هو وقف الحرب في غزة. يعتقدون في المؤسسة الأمنية والعسكرية أنه كي يوقف نصر الله هجمته في الشمال، يجب قبل كل شيء إنهاء العملية في رفح، وبعد ذلك السعي إلى صفقة تبادل أسرى، الأمر الذي قد يدفع نصر الله إلى وقف النار نحو إسرائيل. تعلمنا من الحرب في غزة أن الأمر يستلزم كثيراً من الوقت للوصول إلى حسم، وإذا كانوا يفكرون بالخروج إلى حرب في الشمال، فمن الأفضل أن تطرح القيادة على نفسها السؤال بشأن القدرة على الحسم مع جيش متآكل. أنصحوا بالتفكير مرتين قبل أن يقرروا بشأن حرب في الشمال. الخشية الإسرائيلية من اندلاع حرب في الشمال في ظل قناعة بعدم القدرة على الحسم لا في الشمال ولا في غزة دفعت خبراء ومعلقين إلى التحذير من عواقب فتح حرب مع حزب الله. استطعنا التوصل إلى هذا الاتفاق قبل الحرب، فبالتأكيد هذا أفضل، لأن الحرب في الشمال هي أوبرا مختلفة تماماً من ناحية الأضرار التي ستقع في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. دعوات أوساط إسرائيلية عديدة إلى تخفيف خطاب التهديدات الذي تطلقه القيادة الإسرائيلية والسعي إلى تحقيق تسوية تنهي الحرب على جبهتي غزة ولبنان التقت مع تحذيرات من دلالات حرب شاملة مع لبنان وتبعاتها قد تدفع دولا كبرى في المنطقة إلى التدخل وتغيير صورة المعركة كليا.
عن هذه الأجواء نسأل مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام داخل الاحتلال الإسرائيلي، كيف هو المشهد اليوم ناصر، وهل فعلا تل أبيب بوارد أن تذهب إلى حرب أخرى مع لبنان أم أننا أمام تهديدات وحرب إعلامية؟ تحياتي عبد الرحمن وزملاء المشاهدين. مما تابعته اليوم، ليس وقف إطلاق نار هو مطلب إسرائيلي، بل وقف الحرب صار مطلب إسرائيلي، وأقول ذلك باقتباس أهود باراك، يوسف بيلن، سلة من الوزراء السابقين حضروا إلى الاستوديوهات قبل السبت وقالوا كلاما قاسيا لم يقل من قبل طوال فترة 9 شهور في الحرب. قيل بأن هذا الجيش يصعب تمديد الاحتياط فيه، إصابات كثيرة، الدبابات انخفض عددها بشكل كبير، وهذا كله عن غزة، وأنه الجانب الأخلاقي لوجود الحكومة انهار، الجانب الاقتصادي، ونتنياهو يتلاعب بالأمر لمصلحة الوقت، الجيش له رأي آخر. وقيل عن الشمال بأنه ممنوع الذهاب إلى حرب إلى الشمال بهذه الحالة، سيكون هذا انتحارا. وبالتالي أتجرأ وأقول أنا تلخيصا لما سمعته وتابعته في 24 ساعة الماضية، أنه ليس فقط وقف إطلاق النار صار مطلبا إسرائيليا، بل وقف الحرب صار مطلبا إسرائيليا. ويقال على لسان قادة ورؤساء وزراء سابقين وجنرالات سابقين، أقل ثمن ممكن أن تدفع إسرائيل مقابل استعادة الأسرى أحياء هو وقف الحرب، أقل ثمن. جانس قال ذلك، أهود باراك قال ذلك، وزراء كثر قالوا ذلك، هذا أقل ثمن، وما المانع سوى مصلحة نتنياهو الشخصية. لذلك وخصوصا بعدما عرفنا اليوم بأن هناك قتلى كثر في رفح، وأنه دبابة النمر انفجرت وأحرقت 8 جنود بداخلها، سيكون هذا رد فعل كبير على صعيد الشارع الإسرائيلي إذا الجنود يعودون في توابيت، فما بال الأسرى. على كل حال، أيضا القلق الإسرائيلي يزداد عند الحديث عن وحدة الساحات. وحدة الساحات، مدير مكتب الميادين في موسكو مسلم شعيتو، لا شك أنها فرضت موازين قوى جديدة خاصة على مستوى الإقليم، كيف انعكس ذلك على السلوك الروسي دوليا؟ نعم، مساء الخير لك ولمتابعي الميادين وللزملاء. فعلا استفادت روسيا، أو بالأحرى أصبحت الاستفادة متبادلة بين روسيا والمحور الذي يقاتل الأمريكي في الشرق الأوسط، لأن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل هي القاعدة المتقدمة جدا لها في تلك المنطقة من أجل السيطرة. وكل من يقاتل أصبح واضحا الولايات المتحدة أو حلفائها، إذن هو يؤدي مهمة إيجابية لصالح الموقف الروسي، الموقف السياسي منه، وهو شعارها تعدد الأقطاب. وأصبح واضحا أن المحور وأعداء الولايات المتحدة سيكونون قطبا مهما. وهناك فائدة أيضا عسكرية، حيث يخفف الضغط هذه الأعمال وهذه المقاومة من قبل المحور ومن قبل الكثير من الدول، يخفف الأعباء العسكرية على المعركة في أوكرانيا، ويشغل جزءا أساسيا من الناتو عبر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما هو حاصل حاليا وكما يحصل ليس فقط في فلسطين وغزة، إنما أيضا في منطقة البحر الأحمر، والتي تعتبر حتى في العقيدة الروسية هي من المناطق المهمة استراتيجيا لروسيا. إذن هذا التبادل أو هذه الاستفادة المشتركة المتبادلة بين الطرفين تنعكس إيجابيا على الموقف الروسي وعلى تطور حركته السياسية. نعم. والعسكرية في ظل الوضع الحالي داخل كيان الاحتلال وفي ظل هذا السجال ناصر، حتى الآن يبدو أن الموقف الأمريكي ليس واضحا بخصوص هذه التطورات، كيف يمكن تفسير هذا الصمت للبيت الأبيض؟ فعلا صوت الغائب هو صوت الأمريكي. شاهدنا بأنهم يشترون الوقت، يقومون بالتضليل العالمي والإعلامي بكل قوة لصالح نتنياهو في غزة، يغطون على الجرائم، قتل الأبرياء، والمطبخ العالمي ومقرات اليونروا والمدارس
مراكز إيواء النازحين غطوا على كل ذلك. فيما يتعلق بلبنان نجد صمت. تفسيري هو سببين: واحد، لا يريدون أن يعطوا غطاء لنتنياهو حتى لا يقفز هذه القفزة، واثنين هم يعرفون تماما نتنياهو لا يستطيع أن يحارب حزب الله لوحده، وبالتالي سيورط أمريكا في حرب عملياتية حقيقية على الأرض، وهذا سيقود إلى تكرار تجربة 82 التورط الأمريكي في لبنان. أنا أرى بأن الظروف لا تسمح لأمريكا لا في الفترة الانتخابية ولا في فترة الانتقال، سواء بقي الحزب الديمقراطي أو جاء الحزب الجمهوري. ما يحدث هو لصالح روسيا كما قال مسلم، لصالح روسيا ضد صالح أمريكا بالصورة العامة، وأمريكا التي استنفذت مواردها وخزائنها في دعم أوكرانيا جاءت بها إلى إسرائيل، والآن أوروبا هي التي تصرف على الحرب في أوكرانيا. أمريكا ورطت أوروبا في حرب أوكرانيا وجاءت لتدعم إسرائيل وتركتهم هناك. الصورة معقدة والكلام الأمريكي يوزن بميزان الذهب. بكل حال من الأحوال، جميع في إسرائيل يعرف أن حزب الله ليس لوحده، وأن وحدة الساحات ستأخذ طابعا كبيرا. المشاة لن يدخل إلا بثمن كبير جدا والمركباء، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في عدد الجنود الذين لن يعودوا من لبنان. على كل حال، الأمريكي على ما يبدو أنه منشغل هذه الأيام بالتطورات العسكرية التي تحيط به مشاهدينا. في إطار التعاون العسكري بين هافانا وموسكو، سفن حربية وغواصة نووية روسية ترسو في كوبا، وواشنطن تراقب بقلق تطور علاقات موسكو بدول تناهض السياسات الأمريكية. فأي رسائل لكل ذلك؟ مشهد دخول مجموعة من السفن الحربية الروسية ومن بينها الغواصة النووية قازان يعكس سعي موسكو لتعزيز علاقاتها بدول تناهض السياسة الأمريكية، وخصوصا كوبا الحليفة التاريخية للاتحاد السوفيتي وبعده روسيا. السفن البحرية وصلت إلى هافانا في 12 من حزيران يونيو، يوم روسيا، عيدنا الوطني. هي زيارة رسمية، زيارة ودية ترمز إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا المستمرة منذ سنوات عديدة. لا شك في أن زيارة هذه السفن كوبا لا تمثل تهديدا لأحد، والهدف منها هو تعزيز علاقات التضامن والصداقة مع كوبا، حليفنا الرئيسي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. زيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين كوبا والاتحاد الروسي، التي تشهد تطوراً متسارعاً ولافتاً بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوبي لروسيا قبل عامين. دخول مجموعة السفن الروسية خليج هافانا هو جزء من الجهود التي تبذلها كوبا وروسيا لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بينهما، وتعكس المستوى الذي قطعته العلاقات بين البلدين، ليس سياسيا وحسب، بل اقتصاديا وتجاريا وعلميا أيضا، إضافة إلى المحادثات الحكومية والمنتديات الاقتصادية، وخصوصا بعد الزيارة التي أجراها رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل قبل عامين. وما يجري الآن هو حدث يجمع كل الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة. ما هي إلا إحدى مهمات الرحلة الطويلة، هكذا أوضح القائد العام للقوات البحرية الروسية ألكسندر مويسيف، وعليه من المرجح أن تزور المجموعة دولاً أخرى في منطقة تعدها واشنطن جزءاً من خطوطها الحمر أمام نفوذ الدول الأخرى. ليست المرة الأولى التي تزور فيها سفن حربية روسية كوبا، ورسو هذه السفن لخمسة أيام في ميناء هافانا يأتي ضمن رؤية استراتيجية روسية متجددة، ولا سيما في منطقة تعتبرها واشنطن حديقة خلفية لها. عروة محمود، هافانا، الميادين. هذه الخطوة الروسية التي كما وصفها الزميل عروة محمود في تقريره، التي تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لموسكو مسلم، هل هي تعتبر أحد الردود الروسية على ما حصل مؤخرا من محاولات الناتو في أكثر من مكان استهداف روسيا حتى عسكريا؟ نعم، يعني للأسف هي ما زالت ضمن رد الفعل الذي تمارسه روسيا منذ الاعتداءات التي قامت بها
القوات الناتو أو بالأحرى المنظمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ الخلل بكل الاتفاقات التي مارسته الولايات المتحدة في أوروبا وفي دول أخرى. نحن نشهد رد فعل نتمنى أن تصل إلى أن تكون فعلا استراتيجيا يعتمد على وضوح تام بعلاقاته مع الغرب، لكن هذه الخطوة أيضا هي خطوة أساسية بأنها ستعيد الأمريكي إلى رشده كما حصل 1962 وسميت أزمة الصواريخ في كوبا. كوبا هذه التي استمرت بصداقتها وبعلاقاتها الجيدة مع روسيا، رغم أن روسيا في فترة يلسن تخلت عن كل أصدقائها وعادت مع الرئيس بوتين لتبني هذه العلاقات مجددا، ويبدو أنها نجحت، وأعتقد قد تكون كوبا بداية للحل من خلال الضغط على الولايات المتحدة التي أزعجها فعلا وصول الغواصة كازان التي تحمل الصواريخ المجنحة، ووصول الفرقاطة غروشكوف التي أيضا تحمل صواريخ تسيركون، والتي لا تبتعد عن الشواطئ الأمريكية أكثر من دقيقة لتصل هذه الصواريخ. وبالتالي أعتقد أن ذلك ورقة مهمة يستعملها الرئيس بوتين للضغط على الولايات المتحدة لإعادتها إلى طاولة المفاوضات التي يمكن أن تصل إلى نتيجة كما كانت روسيا تضع شروطا في أوكرانيا وفي أوروبا. بما أننا نتحدث عن روسيا ناصر، نسأل اليوم عن الموقف الروسي مما يحصل في قطاع غزة بعد 8 أشهر على العدوان الإسرائيلي، وأي دور على المستوى المستقبلي ممكن أن تلعبه موسكو في ظل اهتمام حصل مؤخرا من قبل روسيا بالشأن الفلسطيني؟ يعني الموضوع كبير، لكن استكمالا لما تفضل به الزميل مسلم، واحد، بوتين احتفظ بقوته وذخيرته في الشرق الأوسط، وليس مثل الحروب السابقة، يعني فيما أمريكا انغمست بشكل كامل وفتحت مخازنها لإسرائيل. هل هذا لصالح غزة ولا ضد؟ بعد ذلك نتحدث. ثانيا، الغرب كله شارك في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا باستثناء إسرائيل، ولكن الغرب كله مع إسرائيل شاركوا جميعا في الحرب ضد غزة. نتنياهو توقف منذ 8 شهور على أن يقول بوتين صديقي، كان في كل شاردة وواردة يقول بوتين صديقي، منذ 18 لم نسمعها من نتنياهو، ما يدل على أن العلاقة بين بوتين ونتنياهو لم تعد كما كانت، ولا الموقف الروسي مما تفعل إسرائيل كما كانت، وربما لن تكون مستقبلا. الوجود المجنحة الغواصة في كوبا على بعد قليل من ميامي مقارنة مع أزمة خليج الخنازير في الخمسينيات تدل على أن العالم تغير وأمريكا لم تعد مهيمنة، عليها أن تتقبل ذلك، عليها أن تتقبل أن الغواصات النووية موجودة تقنها تماما، كما تتقبل إسرائيل أن بنادق حزب الله موجودة تحت ذقن الجنود على الحدود. على المستوى السياسي مسلم، كيف يمكن أيضا تفسير وصول غواصة روسية عسكرية إلى كوبا؟ نعم، الرئيس بوتين منذ أسبوع تحدث عن الاستثمار في أعداء الولايات المتحدة، وهذه الأعداء كثيرة، حيث راكمت الولايات المتحدة عشرات بل مئات من الدول تعاديها نتيجة لسلوكها مع الغرب. الاستثمار الأمني والاقتصادي في هذه الدول سيؤدي إلى نتيجة سياسية تنعكس حكما على قدرة روسيا المطالبة أو بالأحرى العمل من أجل تعدد الأقطاب. وصول الغواصة الروسية إلى كوبا ومن ثم حكما ستزور فنزويلا، لاحظنا أن الولايات المتحدة أرسلت مباشرة غواصاتها هيلينا إلى خليج غوانتمالو الذي تحتله من في الأراضي الكوبية. إذن هناك ردة فعل كانت تتوقعها روسيا وحصلت، أن الولايات المتحدة انزعجت تماما وفعلا تحركت بشكل، هذا التحرك العسكري يبدو أنه سيطال الصراع أو بالأحرى الحراك السياسي والحوار مع روسيا، ومن خلاله أعتقد روسيا يمكن أن تصل بخطوة متقدمة بطرح تعدد الأقطاب وإنشاء أقطاب أخرى. كما قلنا سابقا، كل المعادين للولايات المتحدة سيكونون قطبا فاعلا ومهما في الخريطة العالمية الجديدة. إذن روسيا استفادت من هذه الخطوة، ويبدو أنها ستطورها سياسيا
من أجل الضغط أكثر على الولايات المتحدة من لتراجعها، ليس فقط في أوكرانيا، وهذا حكما ستتراجع في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى. شكرا جزيلا لكما مسلم شعيطو وناصر اللحام. والآن مشاهدينا إلى وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، 93 دولة جددت في بيان مشترك التزامها دعم المحكمة الجنائية الدولية وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب ومساندة تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة. الدول أكدت دعمها المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها. كما دعت أيضا في بيانها المشترك إلى ضمان التعاون الكامل مع الجنائية الدولية حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يأتي هذا البيان مشاهدينا بعد انتقادات واجهها طلب المدعية العامة في الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار وتلقيها تهديدات إسرائيلية لتجنب التحقيق. عن هذا الموضوع مشاهدينا سنسأل محل ميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. موسى، هل نحن أمام تهديد قد يمنع محكمة الجنايات من إصدار مذكرات التوقيف بحق قادة الاحتلال؟ في الواقع هذا البيان يعكس الخوف من مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي الخوف على شخصيا على المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية، والكل يذكر التهديدات التي يعني كانت ضد المدعية العامة السابقة فاتو بن سودة، والذي كشفته صحيفة الجارديان البريطانية قبل أيام. كان هناك مؤامرة بالفعل وتهديد مباشر لفاتو بن سودة عندما قررت الوصية أو أن تكون محكمة الجنايات الدولية وصية على قضية الفلسطينية اعتبارا من العام 2014. واليوم هذه التهديدات التي تحدث عنها كريم خان مباشرة قبل نحو أسبوعين بأنه تلقى تهديدات ويتلقى تهديدات، إذن هناك خوف شخصي على إن كان على مستوى المدعي العام أو على مستوى القضاة الثلاثة في الغرفة التمهيدية. هذا من جهة. من الجهة الثانية هناك خوف أيضا على أن يخضع القضاة الثلاثة في محكم في الغرفة التمهيدية لهذه الضغوطات وهذه التهديدات، وأن لا يصدر في طبيعة الحال لاحقا قرار من هذه الغرفة التمهيدية يقضي بالموافقة على طلب المدعي العام بأن يكون هناك مذكرات توقيف بحق اثنين من قادة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت. وهذا الخوف بدأ يتسرب بالفعل إلى بعض المراجع القضائية. قبل أيام عديدة كنا في لقاء مع بعض المطلعين على أحوال محكمة الجنايات الدولية، وكان الشك بدأ بشكل واضح بأنه هناك فرضية بأن لا تأخذ الغرفة التمهيدية قرارا بتبني التوصية التي تقدم بها كريم خان من أجل إصدار مذكرات التوقيف، وأن هذه الغرفة قد تأخذ أكثر من الوقت الذي كنا نتوقعه في السابق عندما أصدر كريم خان هذا الطلب للغرفة التمهيدية. كانت التوقعات تشير إلى ما بين 4 إلى 6 أسابيع. اليوم هناك تسريبات تقول بأن التوقعات وربما تأخذ أكثر من ذلك بكثير، وأن الغرفة التمهيدية تحاول التمحص أكثر في العناصر التي تقدم بها كريم خان لإثبات أن هؤلاء الأشخاص ولا سيما بنيامين نتنياهو ويواف جالانت قد قاموا بالفعل بالانتهاكات وبالجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يجب إصدار مذكرة توقيف. إذن هناك خوف بالفعل بهاتين المسألتين على مسار القضاء الدولي ومسار العمل الذي تقوم به محكمة الجنايات. شكرا جزيلا لك موسى عاصي. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم مع عمر كايد، أكرم دلول وسياف شفلاحبور. في زمن غزة الحج مختلف. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يؤكد أن طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، ويرى في مناسك الحج فرصة لتذكير الأمة الإسلامية بحقيقة الصراع مع العدو. أما رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي فانطوت على أن قضية البراءة هذا العام هي أبرز من أي زمن مضى مع فجائع غزة منقطعة النظير. فماذا عن حجم المسؤوليات اليوم؟
رسائل لحجاج بيت الله الحرام من غزة وعنها تتوالى أثناء أداء المناسك هذا العام، فقد أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في منشور عبر حسابه في تيليجرام أن ضيوف الرحمن يؤدون فريضة الحج، فيما تؤدي المقاومة فريضة الجهاد نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة. أبو عبيدة ذكر أن طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين أي المسجد الأقصى، وأن مناسك الحج فرصة لتذكير أمة الملياري مسلم بحقيقة الصراع مع العدو، مشيرا إلى انتهاكه مسرى رسول الله وأنه يعيث فيه فسادا وتهويدا كل يوم. كذلك أتت رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي لتشدد على أن قضية البراءة هذا العام هي أبرز من أي زمن مضى، ففجائع غزة منقطعة النظير، يقول المرشد، لم تدع مجالا للتهاون لدى أي فرد أو حزب أو حكومة أو فرقة مسلمة. السيد خامنئي أكد وجوب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كله، وأن تتعدى الحجاج إلى كل فرد من الناس، كما أكد أنه يجب وبكل الطرق مساندة المقاومة الفولاذية لفلسطين ودعم أهالي غزة الذين دفعت عظمة صبرهم ومقاومتهم العالم إلى الإشادة بهم وتبجيلهم، يؤكد خامنئي. هو موسم للحجيج هذا العام، تؤكد الرسالتان وغيرهما أنه مناسبة عفوية من أجل انعكاس شمولية الرفض الشعبي للاحتلال وللعدوان الإسرائيلي على مستوى العالم الإسلامي، وأن يكون مناسبة للمساهمة في الضغط باتجاه وقف العدوان كذلك، ولا سيما أن حرب الإبادة تحرم 2500 فلسطيني في غزة من فرصة أداء هذه الفريضة بعدما انتظرها بعضهم لسنوات. محمد عبد الله، الميادين. والبداية من غزة التي تشغل العالم مشاهدين بعد كل هذه الأشهر، والزميل أكرم دلول لينقل لنا بداية من هناك. الزميل أكرم، كيف أكرم يستقبل أهالي قطاع غزة عيد الأضحى هذا العام؟ يستقبلون العيد بالتأكيد بشكل مغاير عبد الرحمن عن كل السنوات التي سبقت. الفلسطينيون صحيح أنهم يتعرضون لاحتلال منذ عقود كبيرة مضت، وهذه العقود يعني كانت تعج بالآلام والجراحات والمعاناة والعذابات، لكن هذا العيد هو عيد يعني على وقع محرقة حقيقة تمارس بحق أهالي قطاع غزة تحديدا، وعلى وقع عدوان كبير يتعرض له المصرى، ألا وهو المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي انطلقت لأجله هذه الانتفاضة الكبرى وهذه الثورة العارمة ألا وهي ثورة طوفان الأقصى. صحيح أن العذابات والآلام كبيرة، لكن بالتأكيد الصمود هنا في قطاع غزة أكبر. نحن نتحدث عن 9 أشهر من الحرب التي يعني قتلت الشجر والحجر والبشر، لكن أهالي غزة وربما هذا غالبا ما يتوج بأبهى صوره لدى أهالي الشهداء ما زالوا مصرين على تقديم كل ما يملكون يعني الغالي والنفيس لأجل الذود عن القبلة الأولى للمسلمين. أهالي غزة يعون جيدا بأن ثمن الحرية يعني كبير، وبالتالي هم شقوا طريقهم ويؤمنون بالمناسبة بعدالة قضيتهم عبد الرحمن، وبالتالي مستعدون لتقديم كل شيء لأجل الحرية، هذه الحرية التي يتوقون إليها منذ سنوات طوال. الحقيقة لا عيد في غزة بالنسبة لأهالي القطاع على أقل تقدير، العيد حينما يندحر الاحتلال ليس عن غزة فقط وإنما عن فلسطين، أن يعود هذا الإسرائيلي أو هذا الصهيوني إلى بلده، إلى أمريكا، إلى روسيا، إلى غيرهما، وأن تعود الحقوق إلى أهلها وأصحابها، وتحديدا يعني هذا الشعب الفلسطيني الذي يقاتل اليوم هو شعب يؤمن بأن هذه الأرض هي أرض خالصة له أو خالصة له ولا تقبل القسمة على أحد غيره. الحج هذا العام، محل ميادين لشؤون العربية والإسلامية عمر كايد، كيف يختلف عن الحج في الأعوام الماضية؟ تحية لك عبد الرحمن وتحية للسادة المشاهدين. بالنسبة للحج هذا العام لأول مرة منذ عقود
تزاحم فريضة الجهاد فريضة الحج. في الأعوام السابقة كنا نرى دائما أن العنوان الأول حتى في نشرات الأخبار أن الاهتمام الأعظم هو في فريضة الحج وفي وقوف الناس بجبل عرفات، كما هو الحال اليوم 2,300,000 حاج يقصدون بيت الله الحرام للوقوف في هذا المشهد المهيب. لكن لأول مرة منذ عقود يخطف حدث ما يخطف حدث المشهد برمته، وهو الحدث الذي يجري في غزة، ويجري نقاش ويفتح نقاش فقهي حول ذلك، أيهما أولى، فريضة الحج أم فريضة الجهاد؟ طبعا لا نريد الدخول في هذا النقاش الفقهي، وهل الأفضل أن يقدم الحاج المال لنصرة المجاهدين في غزة أم يذهب بها إلى الحج؟ إذن ما يجري في غزة هو مشهد لم يشهده العالم الإسلامي منذ عقود. النقطة الثانية عبد الرحمن لها علاقة بأن ما يجري في غزة هي فرصة لتذكير الناس أن ما يحدث في غزة هو للذود عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. هي معركة اندلعت نصرة للمسجد الأقصى. إذا كان هؤلاء المسلمون قد قصدوا بيت الله الحرام لقداسة المكان، لزيارة بيت الله الحرام، لزيارة هذا المكان المقدس، فإن ثمة مكانا مقدسا آخر في فلسطين يتعرض في كل يوم لاعتداءات وانتهاكات. هناك مسجد يسعى الصهاينة إلى هدمه، يذبحون الذبائح فيه وينتهكونه ويدخلون ويحاولون أن يسلبوا المسلمين هذا المسجد. ما يجري في غزة هو نعم. تذكير للناس بأن هذه المعركة هي للدفاع عن هذا المكان المقدس. عمر، صحيح أنه الجزء الأول الذي تفضلت به بهذه المقارنة بين فريضة الحج وفريضة الجهاد هذا أمر فقهي لا نريد أن نتوسع به، ولكن هامة للغاية وتحتاج أيضا للتعمق بها ولتأمل فيها، لأنه بالفعل مهمة للغاية هذه النقطة. محل ميدين لشؤون الإيرانية سيافش فلاحبور، كان هناك كلمة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي وجهها للحجاج، ما أبرز محاور هذه الكلمة؟ كيف يمكن قراءة ما بين سطورها في ضوء الأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين عموما؟ نعم، تحياتي لك ولزملائنا الكرام. يمكن القول أن أبرز وأهم النقاط والمحاور التي تحملها هذه الرسالة التي وجهها قائد الثورة الجمهورية السيد علي خامنئي للحجاج هذا العام تتمثل في الدعوة إلى مبدأ البراءة من المشركين ومن الأعداء، وبطبيعة الحال بالنظر إلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من العدو الصهيوني أولا، وإلى ومن من يقف إلى جانب هذا العدو الصهيوني، ومن ثم الدعوة إلى الوحدة بين المسلمين، الوحدة بين الدول والأنظمة والجيوش المسلمة حول أهم قضية بالنسبة للأمة الإسلامية، وهي بطبيعة الحال القضية الفلسطينية. هذه الرسالة التي يمكن وصفها فعلا بأنها رسالة تاريخية تأتي في زمن الانتصارات وزمن المقاومة، الانتصارات التي انطلقت منذ 7 أكتوبر، الملحمة التي رسمتها المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تقف في الخط الأول أمام العدو الصهيوني، ومن ثم هذه الانتصارات مستمرة حتى هذا اليوم بفعل مقاومة أهل غزة وسكان فلسطين وسكان قطاع غزة، وكذلك أداء كافة قوى المقاومة في القطاع غزة أيضا في الضفة الغربية، وكذلك جبهات الإسناد التي تمثل رمزا من رموز الوحدة الإسلامية التي أظهرت لنا وأثبتت لنا خلال الأشهر الماضية كيف ستكون النتائج عندما تتوحد الشعوب والدول وربما الجيوش والقوى المسلحة الإسلامية لحماية القضية الفلسطينية ولحماية كرامة المسلمين وحقوق المسلمين أمام العدو الصهيوني أو أمام أي تحدي وتهديد مشترك آخر. وبطبيعة الحال يمكن القول أن نتيجة هذا المسار كانت واضحة للغاية، هزيمة أكثر جيوش المنطقة عتادا وتجهيزا، إسرائيل التي تتلقى دعما شاملا من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية الرئيسية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة الرئيسية للقضاء على حركات المقاومة لتدمير البنى التحتية لكافة القوى المقاومة في المنطقة التي
التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية. نعم. فبالتالي يمكن القول أن هذه الرسالة التاريخية هي عبارة عن دعوة مباشرة من تهران من المقاومة الإيرانية إلى كل مسلم يأتي من مختلف أرجاء العالم لأداء فريضة الحج لمواصلة هذا النهج، لمواصلة المقاومة ولعدم السماح بالقوى الغربية ولإسرائيل للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر وإفشال مخططاتهم لإعادة هندسة المقاومة لصالح مصالح الإسرائيلية. أبو عبيدة في كلمته أكرم قال أن العيد فرصة لتذكير أمة المليار بحقيقة الصراع مع العدو. من المعلوم أن أبو عبيدة في هذه الأيام بات رمزا على مستوى الأمة العربية والإسلامية. انطلاقا من هنا، إلى أي مدى يأمل أهالي قطاع غزة أن هذا الكلام يتردد صداه ما بين الحجيج الذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون اليوم في مكة المكرمة؟ يعني أبو عبيدة بالتأكيد عبد الرحمن ما كان له أن يتحدث بهذه الكلمات أو بهذه اللهجة وبهذا التوقيت لولا إدراكه بأن الشعوب العربية والإسلامية تحديدا تلتف خلف قضيتها المركزية ألا وهي القضية الفلسطينية. ولكن بالتأكيد أبو عبيدة أراد أن يؤكد المؤكد إنجاز التعبير، لا سيما وأن هناك مشاريع تصفية يعني جرت أكثر من مرة أسقطتها المقاومة الفلسطينية وإرادة الشعب الفلسطيني وأيضا الأحرار حول العالم. وبالتالي يعني أبو عبيدة أراد أن يقول للكل أن العدو المركزي لهذه الأمة هي إسرائيل، وأن إسرائيل هي التي تمثل هذه الغدة السرطانية التي يجب أن تستأصل وأن ينتهي منها الجميع. إسرائيل غريبة عن المنطقة ووحشيتها ودمويتها في الميدان تشير إلى ذلك. وبالتالي أبو عبيدة أراد اليوم أن يؤكد للعرب والمسلمين بأن المقاومة الفلسطينية في الوقت الذي يعني تمارسون فيه فريضة الحج لهذا العام هي تمارس فريضة الجهاد في سبيل الله. وعن ماذا؟ عن القبلة الأولى للمسلمين ألا وهي المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد الذي دفع لأجل تحريره الفلسطينيون ومن قبلهم أيضا العرب والمسلمون قوافل طويلة وطويلة لا حصر لها من الشهداء. وبالتالي يعني في هذه الحرب وهذا العدوان وفي معركة طوفان الأقصى أراد أبو عبيدة أن يشدد على أن المقاومة ستبقى يعني على موقفها، ولكن بالتأكيد دعا يعني من خلال هذا الكلام إلى توحيد الصفوف أكثر، إلى إدراك المخاطر المحدقة بقضية فلسطين القضية المركزية للأمة وبمصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الأقصى الذي يعني يتعرض لأخطر مراحل التهويد للأسف على مرأة ومسمع من العالم. بالفعل يعني نحن يمكن أن نفسر هذا الكلام لأبو عبيدة هو أن المقاومة الفلسطينية مطمئنة إلى حد كبير بأن كل مشاريع التصفية كل مشاريع التطبيع لا يمكن لها أن تغير قيد أنملة في المواقف العربية الإسلامية على صعيد الشعوب طبعا المتضامنة والتي تناصر قضية فلسطين بالمال وربما بالسلاح لو كان لديها المجال لذلك. إذا أردنا أن نتأمل أكثر عمر في كلمة أبو عبيدة في ما قاله السيد علي خامنئي في إعلام المقاومة، ما هي أبرز المفاهيم التي يمكن الحديث عنها التي ركزوا عليها بطبيعة الحال؟ هناك عدة رسائل أراد أبو عبيدة أو السيد القائد علي خامنئي أو حتى التسجيلات التي بثتها المقاومة منذ قليل سواء سرايا القدس أو كتائب عز الدين القسام تؤكد حين ترفق عملياتها بالتلبية أن هناك تلبية من نوع آخر تجري في قطاع غزة. إذا كان حجاج بيت الله الحرام يطوفون بالكعبة ويلبون لبيك اللهم لبيك، وإذا كانوا يسعون بين الصفا والمروة أو يقفون بعرفات أو يرمون الجمرات أو ينحرون الأضاحي، فإن أهل غزة بدل أن يرموا الجمرات يرمون الصواريخ، بدل أن يضحوا بالأضحيات هم يضحون بأنفسهم وأولادهم في سبيل نصرة الأقصى وفلسطين. هذه شعيرة عظيمة وهي شعيرة الحج لا تقل عنها وربما تفوقها هي شعيرة الجهاد في سبيل الله. هذه المعاني الكبرى التي تريد المقاومة ترسيخها. وكنت أنا أسمع كثيرا نداءات التلبية، لكن اليوم لفتني حين سمعتها من المقاومة وكأني أسمعها للمرة الأولى
حين يقول لبيك لبيك اللهم وحده، نصر عبده وأعز جنده ونصر الأحزاب وحده. هزم إذن الأحزاب هناك وحده. جانب وهزم الأحزاب وحده. إذن هناك جانب في التلبية كان جانب نذكره نكرره، لكننا لا نلتفت لمعاني. اليوم للأمانة وأنا أسمعه التفت لهذا المعنى العظيم. حتى في الحج هناك معنى جزء أساسي في التلبية يذكر بفريضة الجهاد وفريضة رفع الظلم عن كل إنسان في هذا الكون. إذن هكذا أيضا يتم المقارنة اليوم مشاهدين بين فريضة الجهاد من ناحية وفريضة الحج من ناحية أخرى. سيافش، إيران عادة ودائما خاصة في موسم الحج تؤكد على الوحدة الإسلامية وتتحدث عن هذه الفريضة بأنها مناسبة لتكريس هذه الوحدة. كيف يمكن أن تشكل فريضة الحج نقطة انطلاق لوحدة المسلمين أمام الأعداء؟ نعم، فريضة الحج لطالما مثلت أحد الرموز الأساسية والاستراتيجية يمكن القول للوحدة الإسلامية بين مختلف الشعوب والدول والأنظمة الإسلامية. يعني يمكن القول أنها كلمة الشعب الإسلامي والشعوب المسلمة وإرادة الدول والشعوب المسلمة تتجلى من خلال هذه الفريضة وهذه المناسم السنوية الكبيرة جدا، مواقفهم الموحدة والصريحة ضد إسرائيل لدعم القضية الفلسطينية، مواقفهم تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية وتدخلاتهم في المنطقة وشؤون الدول العربية والإسلامية، وأي قوة لا تريد إحياء الحضارة الإسلامية، لا تريد وحدة الدول العربية والإسلامية خاصة في هذه المنطقة لتتحول إلى لاعب رئيسي على المستوى الدولي يحمي حقوق كل مسلم في أرجاء العالم، وخاصة يمنع تدخلات الدول الغربية والقوى الغربية في شؤون هذه الدول العربية والإسلامية التي تقع في هذه المنطقة. فبطبيعة الحال يمكن القول أن هذه الفريضة وهذه المناسبة والمراسم الكبيرة تعتبر منصة كبيرة ومحطة تاريخية للتعبير عن كلمة الشارع الإسلامي وإرادة الشعوب المسلمة والعربية حول القضايا السياسية، حول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمسار ومصير الدول المسلمة والدول التي تقع كما ذكرت في هذه المنطقة. بطبيعة الحال أهمية هذه المناسبة تزداد في ضوء الأحداث التي تجري منذ عدة أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الشعوب المسلمة قالت كلمتها خلال الأشهر الماضية في الشوارع، في الجامعات، في الموجة الكبيرة التي طالت الدول العربية وربما الإسلامية وحتى غير مسلمة في مختلف أنحاء العالم ضد إسرائيل لدعم القضية الفلسطينية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. هذه المناسبة الكبيرة فريضة الحج أيضا يجب استخدامها للتعبير عن الكلمة الحقيقية لدى الشارع الإسلامي التي تتمثل في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بكل ما تملكه الدول الإسلامية والعربية أمام إسرائيل وأمام المشروع الصهيوني في المنطقة. منذ كنا صغار أكرم وكان دائما الكلام نسمعه من أهلنا بأن الأطفال هم فرحة العيد، هم زينة العيد، هم الذين يجعلون لهذا العيد أيضا معنى كبير، أيضا بفرحتهم، بلباسهم، بالألعاب التي يلعبونها في العيد لأنه مناسبة فرح. انطلاقا من هنا أكرم، لابد أن نسألك عن أطفال غزة، كيف يستقبلون هم العيد اليوم؟ وكي يسمع أو تسمع أمة المليار اليوم وهي تحتفل بعيد الأضحى المبارك. يعني أولا أطفال غزة هم كانوا في مقدمة بنك أهداف إسرائيل خلال هذا العدوان. أكثر من 15,000 فلسطيني من الأطفال قضوا شهداء، هذا فقط ما تم اكتشافه. عدد من الأطفال أيضا تم اعتقالهم بالمناسبة عبد الرحمن، وبالتالي لا فرحة لأطفال غزة. أطفال غزة حزانة في هذه الأيام، أطفال غزة يشعرون بالقهر. الطفل الصغير في غزة بات يعلم بتفاصيل السياسة ما لا يعلمه كثيرون حول العالم، ويعني ربما يدعون أنهم يعني فطاحلة في السياسة إنجاز التعبير. الطفل الفلسطيني في غزة يعني يتحدث عن معركة طوفان الأقصى بكل تفاصيلها. في بعض الأحيان الطفل الفلسطيني في غزة يفرق بين صوت الصاروخ الذي تطلقه المقاومة وصوت الصاروخ الذي تطلقه الدبابة أو الطائرة الإسرائيلية. وبالتالي يعني في مثل هكذا أوقات كان الأطفال في غزة يتجهزون عبر طبعا تحضير ملابسهم أو ما يتوافر حقيقة من هذه الملابس، على اعتبار أن الأوضاع قبل الحرب أصلا كانت أوضاع بائسة بفعل الحصار والفقر المدقع الذي كان يضرب قطاع غزة.
كان الأطفال على الأقل يشاهدون الشوارع مضيئة تتزين بأراجيح العيد، هذه المرة لا شوارع مضيئة، الشوارع طبعا كلها عتمة بفعل غياب الكهرباء بعد قطع هذه الكهرباء بشكل يعني مباشر ورسمي من قبل إسرائيل. الشوارع مدمرة، لا أراجيح لا فرحة، لكن بالتأكيد الأطفال كالكبار كلنا أمل وكلهم أمل بأن يأتي يوم الفرج ويوم الحرية عما قريب إن شاء الله. يعني ما يذكره ما ذكره أكرم عمر بطبيعة الحال، وفي ظل ما تعيشه غزة ونحن في عيد الأضحى المبارك ونشاهد أيضا المسلمين على صعيد عرفة، هذا يرتب على الأمة مسؤوليات، أي مسؤوليات اليوم لهذه الأمة الإسلامية تجاه ما يجري في فلسطين؟ بما أن الذكرى هي ذكرى دينية وخاصة بالمسلمين، فالرسالة التي وجهتها المقاومة الإسلامية اليوم عبر إصداراتها هي للمسلمين بشكل خاص، طبعا للبشرية وللإنسانية بشكل عام، لأن ما يجري في فلسطين لا يهم فقط المسلمين بل هو اعتداء على الضمير الإنساني بشكل أساسي. لكن فيما يتعلق بالمسلمين هذا رسالة عقائدية وتثبيت التكليف على المسلمين بأن الأقصى ليست قضية الفلسطينيين فقط، الأقصى هي قضية المسلمين وقضية العرب وقضية الإنسانية برمتها. لكن بشكل أساسي بما أن المسجد الأقصى هو نظير المسجد الحرام أو هو أولى القبلتين وثالث الحرمين وله بعد عقائدي وبعد ديني كبير على المسلمين أن يهبوا للدفاع عن المسجد الأقصى ولنصرة المسجد الأقصى ولتحريره. هذا حتى السيد القائد علي خامنئي حين قال مفهوم البراءة، مفهوم البراءة أن تتبرأ من كل ما يمت إلى الظلم بصلة، ليس براءة مؤقتة، يعني حتى بموضوع المقاطعة، حتى بموضوع المقاطعة أنت لا تقاطع فقط الآن لأن الشركات الداعمة للاحتلال لأنها تدعم الاحتلال الآن ويشن الاحتلال هجوما مؤقتا، بل تتبرأ منها لأن هذه معركة فاصلة بين العدل وبين الظلم، بين الحق وبين الباطل. إذن موضوع البراءة هو موضوع استراتيجي، موضوع له بعد عقائدي جذري في عقيدة كل إنسان مسلم وكل إنسان مؤمن. المعركة الآن التي تجري هي معركة فاصلة سترتب مسارا جديدا على المنطقة وستدفع أيضا باتجاه تشكيل توازنات جديدة على مستوى العالم. إذن هذه المعركة هي معركة مفصلية، هي معركة لابد أن تؤسس لمسار قيمي ولمسار عقائدي. ومحاربة أيضا عبد الرحمن، نتوقف ولو بجملة سريعة حول هذا الموضوع، الطروحات المضللة التي طرحها بعض من يسمون بين قوسين علماء، هؤلاء الناس الذين كانت تتهم المقاومة بأنها تسعى للتخريب وبأنها تسعى لنشر الفتن وبأنها بهذه السلوكيات التي تقوم بها المقاومة هذا سيرتد سلبا على الأمة وعلى المنطقة. هؤلاء حين توجه المقاومة رسائلها توجه حتى لو بالدعاء للناس الموجودين في صعيد عرفة وللناس الموجودين من خلفهم أن هذه القضية قضيتهم ويجب أن نفير العام، إن لم يكن بالسلاح فبالمقاطعة الاقتصادية فببذل المال، فإن لم يكن هذا فبالدعاء. إذن أيضا لابد أن نسأل ولو بدقيقة سيافش عن الأفاق أمام الدول الإسلامية للوقوف أمام إسرائيل. إذا أردنا الحديث عن الأنظمة الإسلامية والحكومات الإسلامية عن عداء هذه الأنظمة تجاه ما يجري في غزة، يمكن القول أنه لم يكن إيجابيا على الإطلاق، أنه لم يكن على المستوى المطلوب، على مستوى الملحمة التي رسمتها المقاومة الفلسطينية الباسلة. وفي هذا السياق يمكن لنا مقارنة سريعة بسيطة ما بين أداء محور المقاومة وأداء بعض الأنظمة العربية والإسلامية. دور جبهات الإسناد معروف وواضح جدا في تضييق الخناق على إسرائيل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، لعبت هذه الجبهات دورا كبيرا في تراجع الدعم الغربي لإسرائيل خاصة بالمال والسلاح، وكذلك في زيادة الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. بينما هذه الأنظمة، نتحدث عن الأنظمة العربية والإسلامية، بعض الأنظمة بتبية الحال يمكن القول بصراحة أنها تخلت عن واجبها تجاه أهل غزة وتجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. بعض القيادات الإسلامية والعربية بدأ يتحدثون عن وقف مؤقت
عملية التطبيق، بينما الإرادة العربية والإسلامية تطالبهم بإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين إسرائيل، ومن ثم التوجه نحو خيار المقاومة، يعني دعم المقاومة بالسياسة بالمال بالإعلام ومن ثم ربما في المرحلة الأخيرة بالسلاح، لأن هذه المقاومة أثبتت أنها هي الخيار الوحيد وأنها هي الجهة التي تحمي مصالح ليس فقط الشعب الفلسطيني بل جميع الشعوب والدول التي تقع في هذه المنطقة ولا تريد الخضوع أمام المشروع الصهيوني الأمريكي لمستقبل شعوبها ولمستقبل اقتصاداتها ومجتمعاتها. شكرا جزيلا لكم سياف شفلاحبور، عمر كايد وأكرم دلول، والتحية كل التحية في الختام لأطفال غزة الأبطال الذين يعيشون هذه المعاناة، ونحن في عيد الأضحى المبارك مشاهدينا، إلى اللقاء.